طائرة الأهلي اللي لسه كنت بقول لحضراتكم العلامة الكاملة هذا الموسم. رجال طائرة الأهلي حققوا العلامة الكاملة هذا الموسم، وهو ده الوعد اللي وعدوا به جمهور الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبل بداية الموسم، انهم هيدخلوا كل البطولات وهيحققوا كل البطولات ويتأهلوا لكأس العالم للأندية. وده ما حدث هذا الموسم. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة كأس مصر بعد أن تألق وتغلب على نظيره الزمالك في اللقاء اللي جمع الفريقين بختام من منافسات في البطولة، وقمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية وشهدت أداء قوي ومميز من جانب الفريقين قبل أن يحسمها رجال طائرة الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط. وبالفوز بكأس مصر كده حقق الفريق الرباعية بعد أن توج بلقب كأس السوبر وبطولة الدوري وبطولة أفريقيا للأندية. وعشان كده وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر للاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بسبب حالة الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل والوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد الذي قطعوه اللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم، وأشاد بحرص عبد الله عبد السلام كابتن الفريق على مشاركة عبد الحليم عبو وحسام يوسف أثناء رفع الكأس البطولة. دي حاجة طبعا التقليد ده بنشوفه في الأهلي في كل الألعاب، ولكن ما بتحصلش في الأندية اللي ما عندهاش شخصية البطل. هو ما يقرص للأخلاق ومبادئ النادي الأهلي. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني على إدارته الهادئة والرضينة للمباريات الصعبة وعدلته في اختيار اللاعبين على مدار الموسم بالكامل. وأكد رئيس النادي الأهلي أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه رجال الطائرة كان يستحق تكريم من نوع خاص بإهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن العملة التذكارية التي تحمل شعار النادي الأهلي. وشدد الكابتن محمود الخطيب على أن كل من يلعب للنادي الأهلي يجب أن يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وأن ما تحقق من إنجازات أصبح جزء من الماضي ولا بد من الاستمرار في كتابة التاريخ. وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم الفريق الأول لكرة الطائرة الرجال وجهازهم الفني والطبي والإداري بمناسبة تحقيق موسم تاريخي بالعلامة الكاملة بعد الفوز بربعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم وكأس مصر.